فيما يخص الخرجة الإعلامية الأخيرة للسيد رئيس نادي الوداد الرياضي، واللي تكلم فيها على الإخلالات المالية اللي عرفها المكتب السابق. أقول ما يلي هو أنه هو أدرى بهذه الاختلالات إذا كانت هناك اختلالات. لماذا؟ لأن خلال هذه الحقبة هذه كان السيد الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي هو رئيس، يعني الرئيس الثاني للوداد، الفيس بريزيدون ديال الوداد، وبالتالي كان أدرى بما يدور داخل دواليب إدارة الوداد وكذلك مالية الوداد، هو اللي كان يراقب الكل في الكل، وهناك ما يثبت ذلك. أكيد لا، ومن يتحمل المسؤولية هو المكتب برمته، برئيسه ورئيسه المنتدب ولا نائب رئيسه ولا هذا الشيء كامل ولا الأمين المال ديالو، هادو كلهم كيتحملوا مسؤولية ويجب أن يعني يردوا يعني يجيبوا على هذه الاختلالات اللي كيتسول عليها السيد الرئيس حاليا. غير هو لعلم العموم وأن السيد الرئيس الحالي كان فيس بريزيدون عبد الإله أكرم حينها، وكان كيوقع هناك عقود موقعة السيد الرئيس الحالي للوداد، كان كيوقع في عهد عبد الإله أكرم، وبالتالي هو كيراقب المالية. وأهم من هذا الشيء كامل وأنه التقرير المالي الأخير ديال الموسم ديال آخر موسم ديال عبد الإله أكرم رئيسا في 2013-2014، التقرير المالي اللي سهر عليه هو سي سعيد الناصري حاليا الرئيس الحالي، هما اللي وجدوا. علاش سهر عليه؟ لأنه هو مسؤول عليه أصلا، لأنه هو فيس بريزيدون. ومن اللي جات الجمع العام ديال الوداد في 30 جوان 2014، راه كان في البوديوم، كان هو الذي يسأل عن مالية النادي عندما تم تقديم تقرير التقرير المالي للنادي، كان هو الذي يسأل عليه بجانب عبد الإله أكرم، بجانب بن شقرون، بجانب بن كيران، بجانب يعني المكتب اللي كان قديم حينها كامل. وهنا كان كيلتمس التصويت ديال المنخرطين في الجمع العام باش يدوزوا للتقرير المالي، والتقرير المالي فيه هاد الكتابات هذه مدونة، الديون كلها مدونة ومصادقة عليها من طرف المكتب الجمع العام، وكذلك مراقبة من طرف مدقق الحسابات. أرتكز على الوثائق الإدارية المسلمة من طرف المحافظة العقارية لبوسكورة التي أثبتت أنه لا زال في ملكية نادي، في ملكية صاحبها السي سعيد العديل المنجرة. اليوم كاينين صحفيين اللي مشاو لبوسكورة باش يستصدروا الشواهد ملكية جديدة. المشكل اللي كاين في الوينرس هو انه منذ مدة، وحنا السيد الرئيس كيقول لك بانه المركب ولا في ملكية ديال النادي، ما دلا بكلام استجوابات وهلم جرا وزياره لعين المكان وسميتو تزيين الجدران ديال الوينرز باللوغو ديال نادي الوداد الرياضي وبزاف ديال الهضره، ولكن كان عليه فقط انه من اجل رفع اي لبس، كان عليه فقط انه يجيب شهاده الملكيه مسلمه من طرف المحافظه العقاريه وينشرها في لو سيت ديال الوداد، وكفى نشر القتال. وهذا هو دليل على انه الوداد تتملك نادي المركب الوينرز. ما تنساش بانه خلال الجمع العام الاخير ديالو جاء الخطيب الفصيح ديال الوداد سي ساعسي الورزين وقال ما يلي بانه خلال كيتكلم على الانجازات خلال هذه السنه هذه، تم بعون الله اقتناء مركب رياضي بمستوى راقي ونحن بصدد تاهيله. قال في الماضي تم اقتناء، يعني كيف كيصرف فعل في الماضي تم اقتناء. الى حد الان كنشوفوا بان الوداد هاد من الموسم هذا من الصيف دابا كتعمل التدريب ديالها في بن جلون وكتعمل لي كونسونطراسيون ديالها في لي زوتيل. علاش ما كيمشيوش للوينرز من الصيف دابا؟ ما مشوش للوينرز علاش؟ هذا سؤال يوجه الى السيد الرئيس مادام ان عندك ملكيه. المشكل الكبير هو انه خلال كما قلت لك بان الجمع العام الاخير اللي تكلم فيه السي انور الزين اللي كيقول تم اقتناء، قال بان بدعم من الجميع، وما هي الا مده قليله حتى خرج السي رئيس الجامعه سي فوزي رجع يقول بانه دعمنا الرجاء والوداد لاقتناء مراكز التكوين او اكاديميات ديالهم او مركبات رياضيه ديالهم، كيقول دعمنا. وجاسي سعيد ناصري مؤخرا كيقول لك شريناه بدعم من الجميع. الان السؤال اللي عندي انا من خلالكم انتم، وان سولوا السيد الرئيس الجامعه
حول الدعم اللي أعطى الوداد. أين هو الدعم؟ أين هو الوناس؟ حبذا لو أن يكون عندهم شجاعة أدبية أنهم يجاوبوا بالوثائق ليس بالكلام. أكرم كان لي حوار معه، قال أنا أرد انطلاقا من أحكام، ومدام أن الأحكام هي أسمى رد، أسمى ما يمكن اعتباره حق، أنا ممكنش نتجاوز الأحكام، وكاين قضايا رائجة أمام القضاء ممكنش نأثر عليها. بداية عبد الإله أكرم، باش نوضح الأمور، الديون ديالو اللي هي مدونة بتقارير التقرير المالي هي كترجع لسنوات عدة. هاد السنوات هادي ملي كان فيها عبد الإله رئيس وسعود ناصري رئيس فيس بريزيدون، كانت وكالة الأصفار الشركة اللي هي شريك فيها السي عبد الإله أكرم، هي شركة فيها ناس آخرين وشارك فيها عبد الإله أكرم، هي الوحيدة اللي كانت ممكن تقبل أن تعمل واحد التسهيلات في الأداء مع نادي الوداد ملي كي كيسافر للخارج. ما تنساش بأن الشركة هذه كتقتني من عند الخطوط الملكية المغربية مثلا ببطاقة السفر، راه هي كتخلصها في خلال الشهر الأول، ما يمكنش تسين عليك عام عامين. أضيف إليها الفوائد اللي كترتب على ذلك الشيء، هذا ماشي موضوع، الموضوع هو أنه تجمعوا عدة فواتير. هذه العملية ديال الفلوس اللي كيسال بلانسيال للوداد الرياضي هي موزعة على عدة فواتير. والفواتير اكثر الفواتير كان مقابلها كيمبيالات طريطات، وهاد الطريطات هادو كان العدد ديالهم يفوق 12، وتم تسويه بعضهم، وكاين اللي شي وحدين اللي ملي جا السي الرئيس الحالي والمكتب الحالي ما عمرو خلصهم، رجعوا امبيي باش يستخلصهم السيد المسؤول على شركه بلانسيال المسؤول القانوني، التجا الى المحكمه التجاريه واصدر احكام. هناك احكام خارجه عن المحكمه التجاريه نهائيه تقضي باستخلاص قيمة الكيمبيالات، وهذا ما التجأ إليه السيد المسؤول على شركة بلانسيال عن طريق مفوض قضائي من أجل تنفيذ هذه الأحكام. هناك أو هذا من جهة، من جهة ثانية ما ننسوش بأنه المكتب الحالي راه دخل في هذا المسلسل ديال التسوية ديال بعض الفواتير وسدد ما قيمته أكثر من 2.5 مليون ديال الدرهم، معنى أنه هناك قبول بالحكم وهناك امتثال للحكم وهناك يعني اراده لتسويه هذه الديون. وملي كندخلوا في مسلسل ديال التسويه ديال الديون ما كيبقاش عندنا مجال اننا نلتجئ للتقاضي في محاكم اخرى. الان كاين كلام كيقولوا الناس بان غير التجأ للجنحي، ما الجنحي، انا كنقول بان سواء إذا كان الجنحي فيما يخص خيانة الأمانة أو شيء من القبيل، هو أن العملية كترجع ل 2013 وبالتالي كاين هناك تقادم جنحي على يدي على 5 سنين، وإذا ما كانت هناك جناية، الجناية اللي ما تقادمش على 15 سنة، أقول بأن هنا الأصل هو المحكمة التجارية التي بدت في الموضوع والتسوية التجارية اللي بداها المكتب الحالي. الموضوع ديال الجرار قيل فيه بأنه قدم استقالته، وقال الرئيس الحالي بأن جرار قدم استقالته عنده ما يفيد. أنا ما يمكنليش نكذب الرئيس الحالي، أكيد عنده ما يفيد، أكيد هناك استقالة، لكن دعني أقول، الناس دي يجهلون قوانين الفيفا. في قوانين الفيفا هناك ما يسمى بالقضية العادلة، أو كما هي منصوص عليها في قوانين الفيفا اسمها لا جوست كوز. لا جوست كوز هذه هي ما يسمى في قانون الصحافة شيء من ما يعني يناسب أزمة الضمير. أنت صحفي خدمناك في قناة كتعمل البحث في السياسة، غدا قلنا ودير القناة هذه ما بقاش كتعمل السياسة ولا كتعمل الشؤون الاجتماعية. أنت هذا الموضوع هذا كصحفي كخط التحرير ما قبلوش، كتقدم استقالتك. هذه الاستقالة اللي كتقدم تعد بمثابة الدفع بك إلى ضوء الاستقالة. وهنا يعتبر قانونا انه كانه اضطر تعسفي. فيما يخص العقد ديال جرار مشى في هذا الاتجاه هذا، رغم ان الفيفا كتقول لك اعطيني لا جوست كوز بور لاكيل فو زافي ديميسيوني. هو لا جوست كوز ديالو او القضيه العادله ترجمه العربيه كيقول لك بانه انا مشيت للمكتب ديالي ولقيتهم جدد واحد، مشيت للصحه التدريب ولقيتهم بدلوا لي الساعه، عملت لجنة تقنية وكانت في 9 وردوها حتى 11،
غادي نركب في الكار باش نمشي نلعب مع الفريق ديالي مع برشيد، ما خلاونيش نرافق الفريق ديالي، المكتب ديالي كيزدوه ليا، تعرض للتهديدات. اذا هادو الاسباب اللي كبنى عليها لا جوست كوز. ملي دون هذا الشيء عن طريق عوان قضائي ومثبوت وكذا، وحصل على انه ما يفيد ان هناك لا جوست كوز، قدم استقالته. ملي غادي يمشي عند الفيفا، اللجنه اللي غادي تثبت فيها اذا ما ثبت صحه كلام الجرار فيما يخص هذا لا جوست كوز، فبالتالي غادي يعتبروا انه طرد. ولو ان انت عندك الاستقاله، الاستقاله مبنيه على ما منصوص عليه في قوانين الفيفا اللي سميتها لا جوست كوز او قضيه العادله. يا سيدي، الرؤيه تكون واضحه عندما لا يكون هناك ضباب. الرؤيه كتكون واضحه عندما لا يكون هناك ضباب. ضباب الان، الضباب هو سيد الموقف. الضباب هو هناك سيد الموقف. انا حاجه وحده كنشكر عليها الخرجه الاخيره ديال السيد الرئيس، وان اعطاني واحد الرقم ما عمره كان عندي. شنو هو الرقم اللي قال؟ قال بانني انا بعت جوج ديال اللعابه، ايفونا وبن شرقي، لكن في المقابل انتدبت 50 لاعب. شكرا السيد الرئيس، وريني شي فرقه انتدبت 50 لاعب، وريني وحده. ها، وريني وحده ثاني. الله يخليك، هاد الانتدابات هادي بشحال فكيتيها معاهم لريزيلياسيون؟ شحال سوات الخزينه ديال النادي هاد الخساره؟ اليس هناك عشوائيه في انتدابات؟ باش 50 واحد شحال شيتي منهم؟ لا تنساش بانه العام اللي خدا المكتب الحالي البطوله مع طوشاك، راه كان عمل عده انتدابات، ولكن ملي جا طوشاك دار الدوره الاولى الثانيه الثالثه، ويعتمد على العناصر الشابه اللي خلى المكتب اللي قبل منه، وبها باش خدا البطوله. ها، بها باش خدا البطوله. اذا هاد المسائل هادي، هاد الانتدابات هادي، شحال سوات النادي؟ شحال الخساره اللي خسر فيها النادي؟ شكون اللي كيتحمل هاد المسؤوليه؟ الا كانوا فلوس كيجيو، راه كيجيو للنادي. صحيح انت جبتي فلوس، صحيح جبتي موارد ماليه كبيره، ها، ولكن راه ماشي ديالك. راه هادي ملي دخلت الحساب النادي اصبحت في ملكيه النادي، وانت تسال عنها. السيد الرئيس ملي جاء الى حل الى يومنا هذا، عمره ما قرر قدم تقرير مالي. عندنا دائما مشروع تقرير مالي، وفي كل مشروع تقرير مالي هناك دي ريزيرف من عند لوديتور كوميسير او كونت. نعطيك مثال، اخر تقرير مالي اللي عرضوه مؤخرا، اللي المصاريف ديالو وصلت 11 مليار وشويه، مدقق الحسابات وفي الكلمه اللي قال في الجمع العام، ربما الناس ما كيديوهاش فيه لان ما كيسمعوا التقرير، مدقق الحسابات ما كيديوهاش فيه، قال عمل اربعه ديال لي ريزيرف، اربعه ديال لي كونت. هاد لي كونت هادو الا عملتي المجموع ديالهم كتلقاهم 4 مليار ونص. الا كان لوديتور ما كيصادقلكش على 4 مليار ونص من مجموع 11 مليار ونص، علاش بغى يصادق لك؟ الا ما صادقش على 4 ونص من مجموع 11 ونص، علاش غا يصادق؟ هذا تقرير مالي، ما هذا ماشي هو. انا متفق معاه، ماشي تقرير مالي، هو غير مشروع تقرير مالي. ولكن ملي كيمشي نسخه منه للجامعه وكتعتمدها، فين الحكمه اللي كيتكلم عليها السي القجاع؟ داروا مناظره مؤخرا، انا حشم بلاصتهم، داروا مناظره، جاو يدوا بوحدهم وصفقوا على راسهم، وجابوا اللي صفقوا عليهم، وقال لك الحكمه، ما الحكمه؟ فين هاد الحكمه؟ الحكمه هي ديال العصبه الاحترافيه اللي ما عمرها دارت الجامعه مدير. انا اشفق على الرئيس الحالي للعصبه الاحترافيه. علاش؟ لان والله مسكين، لان غدا بعد غدا قالوا له بان جاي يدير لنا الجامع العام، شنو يدير في هذا الجامع العام؟ شنو التقرير الغمالي غادي يقدم؟ القجاع ما عطاهش ريال. نقول له شيء من الوضوح، شيء من الوضوح، لان الكذب حبل قصير، وهذا المصطلح هذا انت اللي قلتيه بزاف ديال المرات. الان سالوا جماهير الوداد، سالوا فصيل الوداد حول الموقف ديالهم من جميع التصريحات اللي دليتي بها السيد الرئيس. الرجوع والهدايه هي الاصل، والشفافيه هي ما يمكن ان تبني عليه بنيان صلب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.